الرياضة من أونلايف، أهلا بكم. يواجه الأهلي الأسيوطي السابع مساء اليوم على استاد السلام في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي في إطار رغبته في تحقيق الثنائية هذا الموسم بعد حسم بطولة الدوري، في حين يرغب الأسيوطي في مواصلة مفاجآته والإطاحة بحامل اللقب والتقدم إلى الدور التالي من البطولة. واستبعد حسام البدري المدير الفني للأهلي من قائمة مباراة اليوم كلا من الحارس شريف إكرامي وكريم نيدفيد لأسباب فنية، كما يفتقد الأحمر لجهود المغربي وليد أزارو وهداف الفريق والدوري والتونسي علي معلول والمدافع سعد سمير للإصابة. أكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي بالنادي الأهلي أن ردود الأفعال بعد خسارة الفريق من الزمالك في لقاء القمة الأخير بالدوري طبيعية، ومشيرا إلى عدم تعامل الإدارة الحمراء بالقطعة على حد تعبيره. وأضاف زيزو أن لقاءات القمة لها قيمة تاريخية واهتمام خاص من الجميع، مضيفا أن هناك أثرا سلبية تقع باستمرار على الفريق الخاسر حتى لو توج بطلا للدوري. وأوضح المدير الرياضي بالقلعة الحمراء أن الزمالك سيستفيد معنويا من تلك المباراة أمام الأهلي، فالخسارة فرصة له لتصحيح بعض الأوضاع. ويخوض المارد الأحمر مواجهة مهمة أمام الأسيوطي في ربع نهائي كأس مصر الذي يحمل لقبه. قال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي أن الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق مطالب بسداد مبلغ 1,436,000 دولار، وذلك خلال شهر من صدور حكم تغريمه. وأصدرت محكمة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم حكمها في قضية الأهلي ضد كوليبالي الذي هرب من النادي في العام الماضي. وأكد المستشار القانوني للأهلي أن كوليبالي لن يتمكن من اللعب لأي فريق آخر إلا بالحصول على بطاقته الدولية، وهذا يتطلب منه سداد الغرامة الموقعة عليه أولا، ومؤكدا أن الحكم واجب النفاذ، وتأخر سداد الغرامة المالية سيجبر اللاعب على دفع قيمة إضافية وفقا للوائح الفيفا. أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ظلم القلعة البيضاء. وتواجد منصور في مجلس الدولة من أجل متابعة الدعوى التي قام برفعها مؤخرا ضد وزير الشباب والرياضة بسبب تعيينه للجنة مالية تدير النادي. وأشار رئيس الزمالك في حديثه إلى عدم وجود أي إدانة ضده، ومضيفا أنه قام بتوفير ملايين الجنيهات للنادي. الجدير بالذكر أن منصور أكد على هامش الجلسة أن كابونغو كاسونغو مهاجم الفريق طلب الرحيل عن القلعة البيضاء بسبب عدم قدرة النادي على توفير راتبه بشكل كامل. أكد أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني أنه سيبدأ اليوم في جلسات العلاج الطبيعي بعد الجراحة التي أجراها في الرباط الداخلي للركبة، ووجه الشكر لكل من سنده في الفترة الماضية بعد الإصابة. النهارده أول يوم ليا خرجت من المستشفى النهارده، وإن شاء الله من بكره هبدأ جلسات العلاج الطبيعي. يعني حابب أطمن كل الناس عليا، وبطمنهم إن أنا إن شاء الله في أقرب وقت أكون موجود في الملعب، وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي واللي ساندتني الفترة اللي فاتت كلها من بعد إصابتي، وبشكر الدكتور محمد أسامة اللي كان موجود معايا في ألمانيا، والدكتور أبو العلا ومدير أعمالي أحمد يحيى، وأخويا الكبير حمدة شعبان. طبعاً يعني مبسوط إن هم كانوا معايا هنا بجد، يعني مش عارف يعني مفيش كلام كتير يتقال في المواقف اللي زي دي، بس انا حابب ان انا اطلع اطمنكم. وانا موجود النهارده في المانيا ان شاء الله، يعني هبدا من بكره جلسات العلاج الطبيعي لفتره ان شاء الله مش كبيره باذن الله، واقدر اكون موجود في مصر، وبعد كده ربنا يسهل ان شاء الله نشوف البرنامج يمشي ازاي ان شاء الله. قام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بتحديد ألوان زي المنتخب الوطني في مبارياته بالدوري الأول لمنافسات كأس العالم في روسيا هذا الصيف. وتلقى اتحاد الكرة اختارا من الفيفا بشأن ألوان زي المنتخب في المباريات الثلاث الأولى بالمونديال، حيث تقرر أن يرتدي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، على أن يكون طاقم حارس المرمى باللون الأزرق. ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات المونديال من خلال التواجد بالمجموعة الأولى مع منتخبات روسيا وأوروغواي والمملكة العربية السعودية. أعلن حاتم عبد الحميد خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم. وأكد رئيس النادي السعودي أن عواد هو أفضل حارس مرمى في مصر بعد المستوى الذي قدمه مع الإسماعيلي هذا الموسم في مباريات الدوري.
وأضاف أن الوحدة يسعى لتقديم موسم استثنائي في ظل الدعم الكبير من تركي آل شيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية الذي وضع الوحدة في ذهنه لإعادته لمكانته الطبيعية. وشارك عواد صاحب 25 عاما في 30 مباراة مع الدراويش هذا الموسم وسكن مرماه 20 هدفا. أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن أزمة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في طريقها للحل. وقال عبد العزيز في اتصال هاتفي مع برنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة أون إي إنه عقد جلسة مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وبعض أعضاء المجلس ومسؤولين بشركة بريزنتيشن رعاية الجبلية والمنتخب الوطني، وتم التواصل مع صلاح ووكيل أعماله. وشدد الوزير على أن اتحاد الكرة سيتحمل أي ترضية لحل الأزمة، مؤكدا وقوف الجبلية ومصر كلها خلف صلاح لمواصلة نجاحاته كما يحدث مع كل لاعبي المنتخب الوطني الذين حققوا حلم المصريين بالتأهل المونديال بعد 28 عاما من الغياب. من جانبه أكد الدولي المصري محمد صلاح أن أزمته الإعلانية مع اتحاد الكرة في طريقها للحل أيضا. وقال صلاح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر أنه يشكر كل الناس على دعمهم الكبير له في هذه الأزمة وأنه سعيد بهذا التفاعل الذي وصفه بالغير طبيعي، مضيفا أنه تلقى وعدا بحل الأزمة. وكان هداف ليفربول أكد في تغريدات سابقة ضيقه من تجاهل اتحاد الكرة لحل مشكلته طوال الفترة الماضية. كما أجرى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة اتصالا هاتفيا بمحمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي في حضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. أكد خلاله اعتزاز مصر كلها بنجمها الكبير وأن أي أمر سبب له إزعاجا خلال الفترة الأخيرة لن يستمر، على اعتبار أن راحته النفسية هو وزملائه من نجوم المنتخب هي الأهم لتوفير التركيز المطلوب للمشاركة في كأس العالم والاستعداد بشكل يرضي طموحات الشعب المصري. وأكد أبو ريدة أنه لا توجد أي مشكلة غير قابلة للحل خاصة فيما يتعلق بالنواحي التسويقية والتجارية، مشيرا إلى أن الظرف الصحي الذي تعرض له مؤخرا ساهم بشكل غير مقصود في عدم إنهاء هذه المشكلة سريعا.